طلاب الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى رح نشرح الدرس الثالث ودرسنا بعنوان أولويات العمليات أو أولويات العمليات الحسابية شو المقصود بهذا الدرس؟ هذا من الدروس اللي مرت معانا برابع أو بخامس ولكن يا ماما في كل مرحلة بنزيد معلومة إضافية وبنستفيد منها وبنستخدمها وبنبني عليها في السنوات القادمة أول ما أبدأ بالدرس بهمني الطالب يعرف شو المقصود بالعبارة العددية، العبارة العددية، العبارة العددية هي عبارة عن أعداد زائد عمليات حسابية، يعني عندي أعداد بتربط بيناتهم عمليات حسابية بدون إشارة مساواة، بدون إشارة مساواة. فمثلا لو حكيت لك يامس عشرة ناقص اتنين ضرب أربعة هاي عبارة عددية، في عندي أعداد، في عندي عمليات حسابية. لما يعطيني عبارة عددية كيف بدي أحلها؟ في عندي أولويات للعمليات لازم أحفظهم. أول أولوية هي ما بين أقواس. وإذا كان في عندي قوسين قوس على اليمين على اليسار وقوس على اليمين ببدأ من اليسار إلى اليمين. إذا عندي قوسين قوس داخل الثاني باخذ القوس الداخلي ثم القوس الخارجي وراح ناخذ عليهم أمثلة. ثاني أولوية راح ناخذها السنة اللي هي الأسس والجذور. الأسس والجذور هي الأولوية الثانية بعد الأقواس. وإذا في عندي عبارة عددية أس وجذر باخذ اللي على اليسار بالأول. ثالث أولوية اللي هي الضرب والقسمة. واللي بيجي على اليسار باخذه بالاول اما الاولوية الرابعة فهي للجمع والطرح واللي بيجي على اليسار باخذه بالاول بناء على هاي الاولويات بدي احل العبارة العددية الموجودة عندي هون عندي طرح وعندي ضرب انا بعرف انه الضرب اقوى من الطرح بناء عليه ماما بنزل العشرة زي ما هي بنزل اشارة الطرح 2 ضرب 4 8 10 ناقص 8 2 إذا الجواب هو 2. لو أخذنا عبارة أخرى مثلا 20 ناقص 5 بين قوسين تقسيم 3. الأولوية اللي ما بين أقواس 20 ناقص 5 15 15 تقسيم 3. في كل خطوة بعملها بقوم بعملية واحدة لاحظ هون كان بإمكاني أضرب وأطرح بنفس العملية؟ لا. اسمها اولويات عمليات عشان خطوة خطوة الخطوة الاولى ضربت الخطوة الثانية طرحت الخطوة الاولى طرحت اوجدت ما بين اقواس الخطوة الثانية راح اقسم راح يطلع عندي الجواب هون خمسة بكل سهولة طب يا امي لو اعطاني مثلا آه، 12 ناقص 9 تربية تقسيم 3 لاحظ نفس فكرة القوس اللي بالاعلى بس اضفت لها اشارة التربية الاولوية الان لما بين اقواس 12 ناقص 9 3 3 تربيع تقسيم 3 عندي قسمة وعندي أس الأس قبل القسمة فبحكي 9 تقسيم 3 ويساوي 3 الثلاثة تربيع هي 3 ضرب 3 ويساوي 9 طب لو أخذنا فكرة قوس جواته قوس مثلا لو حكيت لك 12 ناقص افتح قوس كبير 8 زائد ستة تقسيم اثنين هيك هي سكرت القوس هذه خليها بين قوسين هيك وهي عملت القوس البراني. لاحظ ماما هذا قوس داخلي وهذا قوس خارجي. ال 12 بنزلها زي ما هي ما بجري عليها ولا تعديل لأنه ولا إلها دخل الآن بالأولوية الأولوية للأقواس. القوس الكبير بخليه زي ما هو 8 زائد هلا بدي أوجد ما داخل القوس الداخلي. ستة تقسيم اثنين ثلاث. خلصنا أول خطوة اللي هي القوس الداخلي برضه ال 12 بنزلها زي ما هي ناقص هلا القوس الخارجي 11 12 ناقص 11 ويساوي 1 ارجع اكرر انا عندي اقواس لما يكون عندي قوسين بوجد الداخلي بعدين الخارجي الداخلي 8 8 إيه 6 تقسيم 2 3 الخارجي 8 زائد 3 11 صار عندي الخطوة الأخيرة 12 ناقص 11 ويساوي 1 طيب خلينا نكبر المسألة شوي مثلا لو أعطاني خمسة زائد اثنين أس أربعة ناقص واحد الآن عندي جمع عندي أس عندي طرح الأولوية للأس خمسة زائد الاثنين أس أربعة هي عبارة عن اثنين في اثنين في اثنين في اثنين يعني ستاش ناقص واحد طب الجمع والطرح لهم الأولوية نفسها بأخذ اللي على اليسار بالأول يعني الآن شو بعمل بحكي خمسة زائد عشر خمسة زائد عشر واحد وعشرين ناقص واحد ويساوي عشرين أعيد مرة تانية بلشت بالأس تنين أس أربعة يعني 2 ضرب اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين أربعة تمانية إذا خمسة زائد ستاش ناقص واحد الجمع والطرح لهم نفس الأولوية ببدأ من اليسار خمسة زائد ستاش واحد وعشرين واحد وعشرين ناقص واحد عشرين ناخد كمان سؤال مثلا لو حكالي اربعة ضرب الجذر التربيعي للواحد وثمانية زائد اربعة عشر ناقص سبعة بلاحظ انه معطيني جذر هلا ماما في طلاب لما يروحوا يبلشوا بالجذر بنزل أربعة غلط الاربعة بنزلها زي ما هي ضرب الجذر التربيعي للواحد ثمانية تسعة زائد اربعة عشر ناقص سبعة لاحظ الأربعة نزلتها زي ما هي الأربعة عشر زي ما هي السبعة زي ما هي الآن عندي ضرب عندي جمع عندي طرح الأولوية للضرب أربعة ضرب تسعة ستة وثلاثين زائد أربعة عشر ناقص سبعة عندي جمع وعندي طرح الأولوية للجمع ستة وثلاثين زائد أربعة عشر خمسين خمسين ناقص سبعة ويساوي ثلاثة وأربعين إذا الجواب الأخير طلع معي 43. ناخذ واحدة على أصعب شوي مثلا 19 زائد 5 تربيع ناقص واحد تقسيم 8. رح يجي لي طالب يحكي لي الأولوية اللي ما بين أقواس، أنت رائع الأولوية اللي ما بين أقواس. طيب أنا كيف بدي أوجد اللي بين أقواس بدون ما أوجد الأس؟ فاضطريت الآن أوجد الأس بعدين القوس. 19 بتنزل زي ما هي زائد خمسة وعشرين ناقص واحد تقسيم ثمانية الخمسة تربيع خمسة وعشرين هلا ما تسعة عشر بنزلها زي ما هي زائد خمسة وعشرين ناقص واحد أربعة وعشرين تقسيم ثمانية عندي جمع عندي قسم الأولوية للقسمة تسعتاش زائد تلات ويساوي اتنين وعشرين تمام ماما؟ خلينا ناخذ شوية من آآ الأسئلة الموجودة عندكم بأتدرب وأحل المسائل آآ بس آآ اللهم صل على سيدنا محمد نحلها ونوضحها لأنه في مسائل كتير ضخمة موجودة هناك. خلينا هون ناخذ آخر واحدة مثلا 30 تقسيم خمسة ضرب 12 هاي سهلة جدا الأولوية لمين؟ الأولوية للقسمة ستة ضرب 12 بكل سهولة يساوي 72 اذا بدنا ننتقل لندرب وحل المسائل وناخذ من بين الاسئله من 5 ل 14 ناخذ لنا منهم اربع او خمس مسائل نوضح لكم اياهم وانت يا امي لازم انك تكتب وتستخدم الورقه والقلم وتحل على اساس انها تسلك معك الفكره خليكم معي مثلا يا امي لو اعطاني 3 تربيع ضرب 2 زائد 7 ضرب الجذر التربيعي للتسعه. هلا التلاته تربيه في عندي أس وفي عندي جذر وفي عندي ضرب وجمع وضرب. الأولوية للأس تسعة ضرب اثنين زائد سبعة ضرب جذر التسعة. هلا ماما بالكتاب هو عامل لك الخطوتين مع بعض يعني الأس والجذر. هلا أنا ممكن أعمل الأس لحال وبالخطوة اللي بعدها أعمل الجذر ممكن اعمل التنتين مع بعض، ما في مشكلة، لأنه كاتب لي بالكتاب أجد قيمة المقدار الأُسي والجذر في صفحة 21. طيب، هي أوجدت الأُس وأوجدت الجذر بنفس الخطوة. الآن يعني شو ظل عندي؟ ضرب وجمع وضرب. هلا ضرب وضرب باخذ اللي على اليسار بالأول. 9 في 2 18، بنزل بقية العبارة العددية زي ما هي. برجع باخذ الضرب هلا. 18 زائد 21 بيطلع عندي الجواب الأخير 39 إذا 9 ضرب 2 زائد 7 ضرب الجذر التربيعي للتسعة اللي هو 3. 9 ضرب 2 زائد 7 ضرب 3 هذه جوابها 18 هذه جوابها 21 18 زائد 21 شو بتعطيني؟ بتعطيني 39. تمام ناخذ كمان مسألة مثلاً سالب 5 سالب 5 تربيع اللهم صل على سيدنا محمد زائد أربعة أربعة ضرب ثلاثة أس تلات. ناقص واحد وتسعين. الأولوية للأس ماما يعني ممكن أوجد هذا الأس وهذا الأس بنفس الخطوة من الأشياء اللي بخطأ فيها الطالب إنه بيحكي لي سالب خمسة تربيع هي سالب خمسة هذا الحكي خطأ خمسة وعشرين لأنه سالب في سالب موجب زائد أربعة ضرب ثلاثة تكعيب يعني ماما سبعة وعشرين ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة

ناقص تسعة هذه بين قوسين ضرب سالب واحد أس ثمانية زائد أربعة طيب هلا ماما هاي مش بين أقواس هو حاطط لي الأس بين أقواس الأساس بين أقواس بس بس عشان يحفظ لي الإشارة السالبة هلا ببدأ بالقوس اللي هون حتى أوجد القوس لازم أوجد بين أقواس يعني تسعة وأربعين ناقص تسعة ضرب سالب واحد أس ثمانية اللي هي سالب واحد إيه في سالب واحد كررها ثمان مرات حيطلع عندك الجواب واحد زائد أربعة إذا أوجدت إيش؟ أوجدت المقادير الأسية طبعا هو المفروض الأس هذا أخليه للآخر بس بالكتاب موجود لك ياهم مع بعض ولو خليتهم للآخر ما رح يأثر حتصير أربعين ضرب واحد زائد أربعة تمام ماما؟ يعني هون لو خليتها زي ما هي سالب واحد أس ثمانية أوجدت هون نفس الخطوة على اعتبار أني لازم أوجد القوس بعدين اوجد الاس هيني اوجدت القوس بعدين الاس الان انا عندي ضرب وعندي جمع الاولوية للضرب اربعين زائد اربعة تعطيني اربعة واربعين نعيد مرة تانية عندي قوس في داخله اس عندي اس وعندي ضرب وعندي جمع اوجدت البين اقواس سبعة تربيع ناقص تسعة اربعين بعدين اوجدت الاس سالب واحد اس هو واحد بعدين ضربت بعدين جمعت كمان مسألة يا سادس اللهم صل على سيدنا محمد لو حكيت لك يا عيوني أربعة زائد اتنين ضرب الجذر التربيعي للواحد وتمانين ناقص عشرة عندي جذر يا مس أربعة بنزلها زي ما هي الاتنين بنزلها زي ما هي ضرب تسعة ناقص عشرة الأربعة بنزلها زي ما هي زائد اتنين ضرب تسعة طمانطعش ناقص عشرة الجمع بالأول اثنين وعشرين ناقص عشرة ويساوي اتناش إذا أعيد مرة ثانية أربعة زائد اثنين ضرب تسعة ناقص عشرة أربعة زائد تمنتاش ناقص عشرة اثنين وعشرين ناقص عشرة ويساوي اتناش كمان واحدة اللهم صل على سيدنا محمد عشرة زائد الجذر التكعيبي للمية وخمسة بين قوسين تقسيم أربعة وعشرين ناقص لما يكون عندي قوسين باخذ القوس اللي على اليسار بالاول يعني عشرة زائد خمسة تقسيم اربعة وعشرين ناقص تسعة عشر اللي هي خمسة عشر تقسيم اربعة وعشرين ناقص تسعة عشر وممكن اني اوجدهم الاثنين بنفس الخطوة خمسة عشر تقسيم خمسة ويساوي ثلاث حتى اوجد القوس الاول اوجدت الجذر التكعيبي بالاول عشرة زائد خمسة اللي هي القوس الثاني ناتجها خمسة 15 تقسيم خمسة يساوي تلات لو أعطيتك خمسة تربية ناقص أربعة هذه بين قوسين ضرب اثنين ناقص الجذر التربيعي لستة وثلاثين حتى أوجد قيمة ما بين أقواس لازم أوجد الأس خمسة وعشرين ناقص أربعة ضرب اثنين ناقص الجذر التربيعي لستة وثلاثين الأولوية ما بين أقواس واحد وعشرين ضرب اثنين ناقص الجذر التربيعي إلى ستة بما إني خلصت القوس الآن بدي أوجد الجذر واحد ضرب اثنين ناقص ستة واحد ضرب اثنين اثنين ناقص ستة ويساوي ستة خمسة تربيع خمسة وعشرين خمسة وعشرين ناقص أربعة واحد ضرب اثنين اثنين وأربعين اثنين وأربعين ناقص ستة ستة نأخذ كمان مسألة ثلاثة أس أربعة تقسيم افتح لي قوس كبير داخل قوس صغير سبعة زائد اثنين سكر القوس ضرب سالب واحد أس ستة سكر القوس الكبير الأولوية راح تكون للأقواس فالثلاثة أس أربعة بنزلها زي ما هي تقسيم القوس الصغير تسعة ضرب سالب واحد أس ستة تلاتة أس أربعة تقسيم تسعة ضرب واحد تلاتة أس أربعة تقسيم تسعة اللي هي التلاتة أس أربعة واحد وثمانين واحد وتمانين تقسيم تسعة ويساوي تسعة التلاتة أس أربعة تساوي تلات ضرب تلات ضرب تلات ضرب تلات, درب تلات, درب تلات. هدول تسعة وهدول تسعة تسعة ضرب تسعة بتعطيني واحد وتمام تمام يا أمي والمسألة الأخيرة الموجودة عندك بالكتاب إذا ممكن أن نحلها هون بهذا الفراغ اللي هي الجذر التكعيبي للسالب سبعة وعشرين ضرب افتح قوس عشرة ناقص ثلاث زائد ستة تربيع راح اختصر لك اياها على السريع هذه حتكون سالب ثلاث ضرب عشرة ناقص ثلاث لا الأولوية للأقواس بعتذر هون أمام الأولوية للقوس لأنه إحنا بدنا نختصرها يعني حيطلع معنا الجواب كالتالي يا سادس اللهم صل على سيدنا محمد هاي ماما جوابها حيكون سبعة هادي هون حيكون عندي الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين اللي هي سالبة إذا سالب الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين الجذر التكعيبي للسالب سبعة وعشرين ضرب سبعة زائد ستة تربيع. هلا اوتت الأقواس. هلا راح أروح ليش للجذر وللأس. هذه سالب ثلاث ضرب سبعة زائد ستة وثلاثين. الأولوية لمين للضرب سالب واحد وعشرين زائد ستة وثلاثين. آخر إشي ضل عندي بدي أطرح هيطلع الجواب خمستاش. عيد هاي أمي. الجذر التكعيبي لسالب 27 ضرب 10 ناقص 3 زائد 6 تربيع الاولويه للقوس 10 ناقص 3 7 بعدين اوجدت الجذر والاس بنفس الخطوه الجذر التكعيبي لسالب 27 سالب 3 و6 تربيع 36 شو صارت عندي سالب 3 ضرب 7 زائد 36 الاولويه للضرب سالب 21 زائد 36 بطرح وبضع اشاره الاكبر بيطلع عندي الجواب 15 يعطيكم الفافيه